النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعاده خلونا نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي وجه فيه باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز انشطته وبرامجه. كمان توجيهات سياده الرئيس بمواصله جهود تنفيذ المخطط العام للتنميه الشامله في شبه جزيره سيناء. امبارح كمان كان في جوله تفقديه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في محافظه شمال سيناء، وده لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية اللي موجودة في المحافظة. تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه فيه باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. امبارح برضه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهادفة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية. امبارح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة تفقدية موسعة بمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، وأكد رئيس الوزراء إن هذه الزيارة بتأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة اللي بيتم تنفيذها على أرض الفيروز ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء. وامبارح تضمنت جولة الدكتور مدبولي في محافظة شمال سيناء تفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بمدينة العريش، وأيضاً تابع مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تفقد مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن شمال سيناء لوحدها أصبح بيها 5 جامعات متواجدة، وده بيدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة على أرض مصر. وأكد كمان إن الحكومة بتتحرك بمنتهى السهولة واليسر في شمال سيناء، وهي رسالة إن الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار المتابعة الميدانية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من المشروعات التنموية اللي بتشرف القوات المسلحة على تنفيذها. كمان التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء، وقال إنهم بيمثلوا خط الدفاع الأول يداً بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وقعت بروتوكول تعاون في المجالات العلمية والبحثية مع جامعة حلوان، وده في إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون البناء بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق طفرة علمية بمنظومة التعليم والبحث العلمي. ومن أخبار مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء نروح لدائرة أوسع شوية وما يحدث في محافظات الجمهورية المختلفة، لأن معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات الهامة التي حدثت بالأمس، يمكن منها البدء في أعمال الصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي في المنوفية. كمان تم تدشين مبادرة خيرك سابق لتوزيع المواد الغذائية في البحيرة، بالإضافة لي أيضا انطلاق القوافل التعليمية لمراجعات مواد الشهادة الإعدادية في الغربية، وكمان معنا أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي تم فيها البدء في أعمال التطوير والصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي، وده محور مروري مهم بيربط الباجور بمدينة شبين الكوم. في البحيرة تم إطلاق أكبر مبادرة نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع المواد الغذائية بشكل مجاني للأسر الأولى بالرعاية تحت شعار خيرك سابق.
المبادرة بتضم توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. في شمال سيناء وصل لمستشفى العريش العام عدد من أطباء الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء إن الدفعة الجديدة بتضم 13 طبيب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. في الدقهلية انطلقت قافلة جامعة المنصورة الشاملة جسور الخير 17 لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر لتقديم الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة لأهالي القصير وصرف الأدوية بالمجان. في الإسكندرية أكد المحافظ اللواء محمد الشريف إن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة بتتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة اللي بتتعرض ليها المحافظة واللي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وقال إنه تمت الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق. في الغربية انطلقت القوافل التعليمية لمراجعات مواد الشهادة الإعدادية ودب مقرات مراكز الشباب لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية. في الشرقية أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 2030 مواطن من أهالي قرية النجيحي التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في مطروح أعلن المحافظ اللواء خالد شعيب إنه تم تشكيل لجنة لتلقي طلبات المستثمرين ورجال الأعمال على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.